السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا متتبعي قناة زين بهاني، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غنشارك معكم وفق قاسرولي بالمربى والفواكه المعسلة، وكإضافة غنضيف ليه جوز الهند محمر اللي كيعطي لذة صراحة رائعة. إن شاء الله نتمنى تجربوه. غنقدم الطريقة والمكونات في نفس الوقت: جوج معالق كبار زبدة من النوع الجيد بدرجة حرارة المطبخ، مع 1 كاس ونصف سكر سنيدة بإمكانكم تنقصوا لأن المربى حلو، وحتى الفواكه المعسلة راها حلوة، تقدروا تعملوا كاس الناس اللي كيخافوا هكا من الحلاوة، مع شوية الملح أصلا كنت واضعها في القصرية. غنضيف واحد سكر الفاني كيس واحد فقط. غنحتاجو واحد البواط ديال الفواكه المعسلة، قرعة ديال المربى هكا، أي نوع حبيتو غير هو يكون سائد ديال الحلويات. كمية من جوز الهند تكون محمرة هكا، يعني درتها ما مطحوناش كما هي من الأحسن، والدقيق يبقى حسب الخليط، والزيت كاس ونصف، البيض 4 البيضات أنا غنعملهم كاملين، إلا كان حجم بحال هكا متوسط، إلا كان حجم كبير غتنقصو أصفر بيضة. انا غندير بيضه اخرى، يعني وكانني غنستعمل 5 البيضات بيضه للتزيين. الا كان كما قلت لكم الحجم كبير ديال البيض، نقصوا اصفر بيضه باش دهنوا في قصف قبل ما تدخلوه الفرن. غادي نخلط المكونات، دائما المكونات كنخلطوها خصوصا في الفقاس والصابلي، كنخلطوا المكونات قبل ما نضيفوا الدقيق، لاننا ضفنا الدقيق راح نعاي كنجمعوا بالاصابع فقط باش ما كيجيوش داك الفراغات والفقاعات هكا في الحلوه. المهم كنخدمو مزيان المكونات تنسجم. بالنسبة للزيت كاس ونصف، قياس سنيدة قياس الزيت. فقاس ان شاء الله تجربوه، نتمنى ان شاء الله تجربوه في واحد القرمشة رائعة، والمذاق ديال جوز الهند اللي ضفت كتعطي واحد المذاق رائع، يعني نتمنى ان شاء الله تجربوه. بالنسبه لجوز الهند ونيدو اللي هو اي حليب مجفف، خصوصا نيدو كيعطيو واحد المذاقات رائعه للحلويات، وكما قلت لكم حتى هكا الفطائر، الحرشه لصيبتو الحرشه، اما الحرشه اللي كتكون هكا كبيره في المقله، او لا الحرشه اللي كيكونوا حريشات صغار، جوز الهند وهكا وليدو كيعطيو مذاقات ما غتستغناوش عليهم ان شاء الله لو بديتو كتدخلوهم هكا للوصفات ديالكم. ضف دابا 2 اكياس ديال خميره الحلوه كافيين. غنخلط المكونات مزيان وغنبدا نضيف الدقيق اللي انا غربلته قبل. المهم كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه، ما تكونش كتلصق وما تكونش قاصحه باش تنجح معنا الوصفه، وهذه عجين اللي غنحصلوا عليها كتكون كنطبقوها بسهوله ولو غير بيدينا. دابا غنضيف كما قلت لكم في الدقيق، الكميه في الدقيق راها دائما كنبقاو على حسب حجم البيض وحسب نوعيه الدقيق. بعد غاديه نشكلها خبيزات صغار باش غنبدا نطلقهم وندهنهم بالمربى والفواكه الجافه، واكيد غنضيف المكون اللي زاد لذة اللي هو جوز الهند او الكوكو محمر. كيف ما كتشوفوا عجينه رطبه كتشكلها بسهوله. بعد ما طلقت هاد الخبيزه بين جوج بلاستيكات، غادي ندير واحد الدهنه خفيفه بالمربى، ما تكتوش باش ما يخرجش لكم من الجوانب ويلصق لكم هكا في كيتحرق الا خرج، وما نديروش في الجانب هكا في القدام لانني ملي كنبداو نبرمو كيخرج. غندير واحد الدهنه هكا خفيفه، وغادي نوضع الفواكه المعسله نفرقها هكا على حسب الالوان. ومن بعد غندير واحد الرشه خفيفه ديال كذلك ديال جوز الهند او الكوك، نسرحوا الالوان باش يجيو شادين في هكا في هاد الخبيزه كلها، كيجيو الالوان صراحه كيبغيوهم الوليدات وحتى الكبار. غاديا نبدا ندير في الكوك، الكوك غندير بالمعلقه، ديروا غير يديكم هكا باش يجيكم في البلايص كامل.
الكوك كيعطي حتى اللون ملي كتبداو طويو فيه او لا ملي كطيبوه وتشوفوا داك الشكل ديال الطويات اللي درتو، كيعطي حتى اللون وكيعطي المذاق. دابا غنبدا نطويو، حاولوا ملي تكونوا طويو وما تخليوش فراغات، طو هكا بيدينا وحنا كنزيرو، ما يجيش واحد الفراغات في الحبة ملي نبغيوها كنقطعوها. صافي غادية نبقى غادية هكا حتى نكملها ونحطوها في شي طاوة هكا اللي مفرشي ليها ورق الطبخ، كنجمعوها هكا، كنعاود ناخد واحدة اخرى نطلقها نفس الشيء بين جوج بلاستيكات، كنطلقوها هكا نجمعوها من الجوانب باش كتجينا مقادة، وكندهن نفس الشيء بالمربى والفواكه الجافة. اللي ما كيبغيش جوز الهند يتكي، اللي ما عندوش مع المذاق ديال جوز الهند ندير غير المربى والفواكه الجافة فقط. المهم هنا غنوع في هاد الخبيزات، غندير المربى والفواكه الجافة، درت المربى والفواكه الجافة والكوك، وغندير كذلك حتى المربى والكوك فقط، يعني غادي يكمل لي الفواكه الجافة، غندير المربى والكوك بوحدهم وكيعطيهم. أتمنى إن شاء الله كما قلت لكم تجربوه وعاد تحكموا على هذه الوصفة، غير مكلفة وفي نفس الوقت تاخدش وقت كتير، لأن تقريبا واحد 4 سوايع حتى هو بحال الفقاص الاخر، كتغطيه بالمنديل هكا ملي كيطيب وكتقطعيه وتحمريه. غير في التحمار ما كنحمروش بزاف باش كيبقاو دوك الخطوط ديال الطويات يبقاو باينين. نبقى غادي هكا نرولي فيه وانا كنشد باش ما يجيش الفراغ حتى نكمل. صافي وكنجمعو من الجوانب وكنحطو في الطبق حتى نكمل الكمية اللي عندي، وعاد غندهنهم. كيف ما كتشوفوا العجينة كتقدو تخدموها غير بيديكم، لينة بسهولة كتطلقوها هكا بيديكم. علاش قلت لكم العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش في نفس الوقت كتلصق مرخوفه؟ الا كانت مرخوفه بزاف راه ما غتقدو. نجمع من الجوانب وغادي ندهنها غير بالمربى حتى هي الاخيره اللي بقات، ما بقاش عندي لي فخوي كونفي، غندير غير المربى وجوز الهند فقط. هنا غندير يدي باش يجي في البلايص كامله، وغادي نطوي. غنطويها عادي وغادي كذلك ننزلها في اللاطه، ومن بعد غادي ناخذ واحد البيضه مع القهوه سريعه الذوبان، غنخلطهم مزيان وغندهنهم كاملين، وغندخلهم الفران كالعادة. الفران ما يكونش سخون، فران بارد. وغادي نقص عليهم النار ونخلي الفران شوية محلول، وغادي نصهدهم هكا من الأسفل ومن الأعلى، ومن بعد نشوفوا الشكل ديالهم بعد ما غيتصهدوا. كيف ما كتشوفوا معايا كياخدوا هاد اللوين وكيجيو هكا عاليين. نغطيهم وعاد نقطعهم، نغطيهم بالمنديل هكا في الميديتي ونقطعهم كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، راه صافي وجدوا. غاديه نقطعهم، ما كيجيش فيهم كاع نهائيا، ما كيتكسروا ما كيجيش فيهم الخسران كاع. غاديه نعاود ندخلهم الفران يتحمروا ونشوفوا الشكل النهائي. شفتو كي كيجي وكيخرج كمية كتيرة تبارك الله،
وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طيبته. نتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تعجبكم، والى اللقاء فيديو جديد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.